لا تعيش طنش تعيش ورني بتشك جمولة هاللولو صلو الحين تروحون بالباص؟ حلا والله فشلة يا هالش كبركم وللحين تروحون الباص والله فشلة. سكب لهم سكب لهم يا بصماخ جهل وحتى يا مشقردية. ها عبود شنو هاللقوا فينا؟ تصرف يا زعيم. زعيم واي انا خايف هلو شو نبتعش يما يما اي 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 طنش تعش يا حبيبي اش دعوة ابو عنتر تبيني مردقة قدامك استريح البطل احوسك. هلول انا بعرف منو زعيم فيهم وينه ما اسمع صوته خلي يطلع لي. لحظة يا جماعة يبي يتكلم اخروا عنا اعتذر هذا المساء الزعيم قرر يتكلم. اخيرا الحمد لله. انا انت تنطم خالص. انا اقول نعطي مهلة يومين على ما يخلص جملته. هدوني عليهم هدوني. معلش يا زعيم يلا تكبر وتنسى. يلا انت الكبير يا زعيم. اخر واحد ام عيال اخر واحد ام عيال. بس بابا لا يسوي قرقر وازد ولا تراولنا عاش عاش تراولنا طيب طيب تراولنا عاش عاش تراولنا طيب طيب تراولنا عاش عاش تراولنا طيب طيب. ما حد شاف فيكم جنطة سودة؟ ها؟ يعني ما تبون تحجون؟ انا اعرف شلون اخليكم تحجون. اخ الجنطة هذه لو صدروا هدية من امي يا ليتني. اخ انت 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 اللي هناك. بس انا ما علي شغل استاذ. مو شغلي. قوم روح اقعد هناك ارفع ايدك وجهك للطوفة. يلا يلا سوالفكم اللي بهد اعرفها. انا اشطر واحد بالصف وما علي شغل الا دراستي. اسمع الكلام يا شاطر لا اخصم منك نص درجة. لا ارجوك الا الدرجات. لا تلومونا يا جماعة متأكد اسمه توفيق. توفيق عبد المعطي توفيق. بس ما ابي اشوف على الدرج غير ورقة الامتحان والقلم. يلا واحد اثنين ثلاث باقي من الوقت خمس دقايق مستعدين؟ حرام عليك استاذ انا ما سويت شيء. شو ما سويت شيء؟ تخفي معلومات سرية خطيرة على المدرس وتقول ما سويت شيء. يلا اعترف يلا يا شاطر. اللي حذف الجنطة من الدريشة اني ارى رؤوسا قد اينعت وحانا. ما ادري ما ادري من اللي حذفها. ترد بالك على اغراضك يا استاذ. خلاص ما دام كذي كلكم تجيبون اولياء اموركم باكر الصبح. انا ما راح اسكت راح اقول على كل اللي سويتوه قبل. اللي شق تاير سيارتي اللي حاذفني بصخره. ستاند باي اكشن. ورسمي أبوي أصلاً هذه مو برشامتي أصلاً هذه برشامة سلوم. سلوم وسلوم مو شغلي. أنا ما راح أسمح لأي واحد إنه يغش لأنه قبل 20 سنة كان معاي زميل مثلك كان دائماً يغش والحين وصل أعلى المراتب اللي أنا كرفت ودرست ما قدرت أوصل لها. وش حطوني في النهاية؟ مدرس ابتدائي. آي القهر. Teacher's Salah winner of 13 Academy Awards, including Best Teacher. أفهم من كلامك الساد إن رفيجي تغش وصار أحسن منك؟ ليه؟ البرشامة لو سمحت. لا ما راح أخليك تصير أحسن مني. يلا روح عند الأخصائي الاجتماعية أبلع عطيات هانم. يلا لا لا واللي عافيك إلا أبلع عطيات. لا بس انت وياه قم. ليش يا ولدي يا عبود انت يسوي شذي؟ هذا غش والله. انت ما تعرف الغش ما زين؟ انت ما يعلمك ابوك وامك ان الغش حرام؟ ها
يا ولدي يا عبود، اللي يسوي يغش اليوم ما ينجح في حياته بعد. بس رفيجي الأستاذ صالح كان يغش وبعدين نجح. بس اسكت لا تقاطعني وانا اسحكت كلمك. شزي اسمعني زين، الغشاش مثل البواك. يا ولدي يا حبيبي روح ارجع صفك الحين وانا راح اضبط كل الامور مالتك مع الاستاذ، بس انت ما يسويها مرة ثانية. سمعني يا عبود يا حبيبي. خلاص اروح. يلا جوم يا حبيبي روح صفك وعاين من الله خير، وطالع يمين ويسار قبل ما تعبر الشارع. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر على كل حال يا ولدي يا عبود. جوم يلا جوم. والله صدق نجحنا. يلا بروح بلحق امي. مع السلامة سلوم. عبود مليلة. الو الو عبود. ها بشر مبروك كلنا نجحنا. أرجوك لا تقولي أخبار بايتة، هالموضوع أنا ضامنة من زمان. لعلمك يا أينشتاين إن في تاريخ 13 ما حد سقط في أولى ابتدائي إلا أنت، عشان كذي قررت لجنة الرأفة إنهم يزيدونك 4 درجات في كل المواد عشان ينجحونك جوازا يا البطة. أنت ضحكني. عبود يا 13.